حكومة مصغرة تقود ليبيا نحو تنظيم انتخابات وطنية، هذا ما طالبت به نحو 50 شخصية ليبية من سياسيين ونشطاء وحقوقيين في رسالة تقدموا بها إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وسفراء دول عدة في البلاد من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين. تشكيل حكومة مصغرة نعتقد أنها خطوة أساسية اليوم للذهاب إلى الانتخابات بشكل فعلي أو تمهيد الظروف ناحية الانتخابات بشكل فعلي. لا يمكن العمل في ظل انقسام سياسي وانقسام المؤسسات وانقسام الحكومتين في دولة واحدة، هذا أمر خطير جدا، له آثار جسيمة وخطيرة جدا على الليبيين المنشغلين الآن بسبب الوضع غير مستدام في أزمة معيشية وأزمة اقتصادية خانقة. وجهة النظر هذه تقابلها آراء أخرى ترى أن ما تحتاجه ليبيا حاليا ليست سلطة تنفيذية جديدة، بل استفتاء دستوري يلغي المجالس الحاكمة من مجلس النواب ومجلس أعلى للدولة ومجلس الرئاسي، كل ذلك قبل تشكيل حكومة جديدة تنظم الانتخابات المقبلة. اليوم في ليبيا أزمة تتعلق بأزمة دستورية وليست أزمة تتعلق بالسلطة التنفيذية. هذه المبادرة التي تسعى إلى تشكيل حكومة أخرى في الحقيقة هي تعيد المشهد من جديد كما حدث في عهد حكومة الوفاق وما قبل أيضا حكومة الوفاق. إذن نحن الآن نحتاج إلى دستور أو الاستفتاء على الدستور أو حتى أبسط المطالب المتعلقة بإنشاء قاعدة دستورية وأيضا قوانين عادلة ونزيهة تتم من خلالها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي. الموقعون على مبادرة الحكومة المصغرة طالبوا بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا نصا صريحا على تشكيل هذه الحكومة، داعين الدول المعنية بلعب دور إيجابي لإنهاء الانقسام في البلاد. مبادرة لتحريك المياه الراكدة في السياسة الليبية عبر قرار دولي بتشكيل حكومة مصغرة وإنجاز انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها لأكثر من عقد. رأفت بالخير، الحرة، طرابلس.